لا 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 انا ما عندي واسطه ابدا. يعني واذا كنت بتقربي لي حمزه انا ما عندي واسطه ابدا. مع السلامه. اي طمنوني شباب، جبتوا الادويه؟ اي نعم، وهي عينه تفضل شوفها. اعوذ بالله يا دكتور، اعوذ بالله، اعوذ بالله. انا دقق من وراكم. لك انتوا بتتامنوا على الروح، انتوا مو مثل هذا النادل حمزه. صاي وينه؟ هو لسه ما اجى ولا ترك خبر، خايف يكون صاير معه شيء. شو بده يصير معه هذا مثل الخنزير؟ يا الهام! نعم استاذ. تقديره لمراقب الدوام يسجل حمزه اليوم غياب، مفهوم؟ حاضر. تفضلي. ايه اساتذه عفوا، قديش اخذتوا العبوه؟ العبوه ب 100 ليره، ما رضي ينزل قرش واحد. 100 ليره 100 ليره شو عليه؟ الله يعطيكم العافيه. لا صار منيح، بس بكل الاحوال اذا قدرنا ناخذ بسعر اقل بيكون احسن، واذا ما قدرنا بناخذ بنفس السعر. لكن انتم حتعينوا هالبضاعه هي عبوه عبوه وعلى مسؤوليتكم. ها ولا يهمك استاذ، تكرم عينك، عبوه عبوه. بتريد شيء ثاني؟ لا لا سلامتكم، بس خلي موضوع السعر بيني وبينكم سر. يعني انا بصراحه بدي ابعت حمزه على نفس السوق يشتري نفس الدواء، بدي اشوف اذا كان بده يلعب بديله، بدي حوله على الرقابه والتفتيش. لا طول بالك استاذ، بجوز شي تاجر يقدروا يبيعوا اغلى، لانه نحن ما شفنا السوق كله. الهام عم لك بدي فوت قابل المدير، يعني بدي فوت قابل المدير. عم قلك ما بتفوت، فهمت؟ الهام انت بتعرفيني، اذا قلت لك بدي فوت قابل المدير، لك واذا بدك تعرفي فوت لحالك ما بتعرفي شيء، عن جد بدك تعرفي. شو هاد؟ شو هاد؟ شوفي شو هاد؟ لك شو عم تعمل هون انت؟ ليش قلت على صوتك؟ انت ليش عم تحكي معي؟ والله انت ظالمني. يعني انت بتعرفني قديش انا مخبص لها المديريه ولا لك كمان، مش واسع اقول لك يا حمزه. هذا السؤال مو انا بجاوبك عليه، في جهات امنيه مختصه وصلت تقارير بشانك هي بتجاوبك. النوعيه اللي جبتها ممتازه، صحيح يعني خاصه من الدواء، بس احسن من النوعيه اللي جابوها هن اثنين. عفوا شبه النوعيه من شو بتشكي؟ لا لا استاذ، نوعيتها سيئه، انا شفت منها بالسوق حقها 75 ليره وما رضيت اجيبها. قديش سعرها؟ 75 ليرة. شو جنيت انت؟ العلبة ب 100 ليرة، ما رضي ينزلها فرنك واحد. تعا هيك. وإذا جبتها ب 75 ليرة؟ إيه، ساعتها نحن جاهزين لأي عقوبة بشوفها السيد الكبير. نعم، ماشي. أستاذ، تسمح لي أنا أنزل أشتريها؟ تنزل فوراً. بس أروح أشتريها. أول ما تمشي. أنا راح أحط الجهات الأمنية بالصورة ها. تفضلوا.